In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. The Prophet said, when you see the black flags coming from the direction of Khurasan, go and join that army. That army has already started its march. They know it. And that's why they demonize as a terrorist anyone who supports that army. They know it. And that's why they demonize as a terrorist anyone who supports that army. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli. يوم تجثو كل أمة في دياجر الملمة للسؤال عن المهمة، هل أجبتم الرسول؟ يوم تجثو كل أمة في دياجر الملمة للسؤال عن المهمة، هل أجبتم الرسول؟ يوم يأتي الناس وفدا وعظيم القوم عبدا، هل ظننتم فيها خلدا وبقاء لا يزول؟ يومها ماذا نقول؟ يوم لا ينفع مال أو خليل أو عيال، كلهم شر وبال إلا من نال القبول. يوم يغشى الناس نار ودخان ودمار. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا، بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا، بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. وأول بيت نحفظه
When I was young and had no beard, my grandfather's uncle died at the age of 115. He used to say that we are the children of Israel. I am of the Musahel, the people of Moses. We are in a country that is supposedly dominated by Muslims, but not Muslims, just any Muslims, Muslim fundamentalism. And yet we come face to face with people that say we are Musahel. We are from the people of Moses. Reuven, Gad, Ephraim, Shimon, four more tribes. So we'd actually located nine of the tribes. Or let me put it differently. We think we located nine of the tribes. If we haven't located nine of the tribes, then it's a very strange coincidence going on that you have all these people with biblical names, with biblical practices, with an Israelite memory, exactly where they should be according to the biblical map. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساء اللهم صل على محمد وآل محمد 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 مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره نازل طاغوت الدنيا لا يملك غير حجاره يخرج بالرعب جداره أنف الإذلال وقاما ينسج بالعز فخاره كطريد سئم دجاه ومضى يستجري نهاره كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مداره لم يرضى الدنيا داره كلا والبهو جداره كالسيل كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة راض كالسيل كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة نازل الدنيا لا يملك غير حجارة يطلب وكبابيل تخرق بالرعب جدارة Jihad is already in force to liberate the Holy Land. No one can stop that jihad. No one can stop it. The jihad is already in force to liberate the territory from where the army will come, from Khorasan. No one can stop that jihad.
When you see that army coming from Khorasan, the Prophet said, go and join that army, even if you have to crawl over ice. مقدام يطلب ساره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاره زرعوا مسراه رعبا ضربوا بالجوع حصاره فتقدم لم يثنيه مكر يستهدع ثاره هيهات يهادن حتى يمسح بالعزة عاره بركان من إيمان هابت الموت سعاره مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاره فبنى بالخوف حصونه أعلى فيهم أسوارا فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أضفارا كشظايا النار تراه مغوار يصنع غارا ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاره تخرق بالرعب جداره ان شاء الله تفلان اسم خراسان sind bereits unterwegs. Die schwarzen Flaggen mit dem Zeugnis der Wahrheit. Allahs Wort von Nasrallah. Allah wird seine Religion mit seinem Sieg ehren und den Kufr und die Kuffar mit seiner Niederlage erniedrigen. Die Flaggen sind bereits unterwegs. Und die Geschichte wiederholt sich. Ich erinnere an den Einmarsch des edlen Propheten sein Einmarsch ins edle Mekka und er rezitierte die Worte seines Herrn وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا Allahs Wort auf Allahs Erde وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ بِإِذْنِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ مِنْ إِبْنِ الرَّحْمَنِ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد